المشكلة ذاته نحن مفترض الحوار اللي كان يبقى ما يبقى بشكل ده تمام. لو جينا بالمنطقة الأخلاني ذاته الليلة يا أخي الخطبة مثلا ببدأ بناس ديني، الناس الديني، الناس ديني هي بتبقى ناس مقدس منزل من إله وناس قاتل وملزم للإنسان البابد سواء كان مسلم أو غير ذلك. لكن يا أخي مثلا أنا بجي ببدأ بناس ديني إنه يا أخي الدعوة بتاعي بين الناس كده 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 تمام. الناس سلماني دانا لما نجي ننزل ما منفترض يبقى قابل للنقاش، الدين ده ممكن منزل مكمل تمام، حاجة خطية أنا ما قابل للنقد وما قابل للجدل والنقاش. المفترض الكلام اللي يكون فيه نقاش يكون في القضايا السياسية، ودي ممكن كلام اللي بيتطلب للنقاش. يبقى إذا الدين ذاته كنظرة مثلا بيرجع للفرد، فرد في انتمائه الديني في ذاته التعبدي. الدولة بتكلم عن إنه إحنا كيف نقدر ندير شؤوننا الحياتية، شؤوننا الحياتية في الواقع الاجتماعي بتاعنا، أي إنه يا أخي بتحاول توفر لك الحاجات اللي أنت بتحتاجه من الدولة. الدين بيتكلم عن إنه يا أخي ارتباط الروحي ما بين إله وما بين إنسان المتعبد. إكزامبل أنا الليلة مثلاً إنسان عندي انتماء ديني، لما نمشي ما بيتم محاسبة الدولة باعتبار إنه عنده علاقة، ما في السودان هناك بيتحاسب، اللي بيتحاسب هو الفرد، بمشي جنة بمشي نار بمشي حج، يعني ده معناه مربوط بالإنسان في صلاته مع الأب، معناه يبقى إذا الشغل ده بيبقى لفرد. الدين لما نجي ودين بحاول بوفق الحاجات الموجودة في الواقع، ده كجانب. الجانب الثاني مفترض الليلة أن إحنا لما نجي ذاته أنصار السنة هم ذاته سبب في عزمة، سبب في عزمة ليه؟ لأنه التناقض الموجود لحد الليلة بتجي تلقى يا أخي أنصار السنة ديل بتقسموا لأكثر من كم مجموعة، كم مجموعة؟ جماعة السلف الصالح، جماعة الله جماعة، جماعة الهجرة والتكفير، جماعة الشيخ دهية، أبو زيد محمد حمزة، مركز العام، باستا بليبن، هي شنو جماعات ولا تيارات مثلا اجتماعية؟ حتى الروابط ما بتم كده يا جماعة، حتى الروابط ما بتم إدارته بالطريقة ده. الليلة في رابطة اجتماعية ما بنشتر ليه؟ لأنه الدين ده عامل كده. لكن الليلة يا أخي بيجي بيتكلم عن دين وهم بيختلف حتى في نظرتهم للدين، وده الكلام اللي كان بيتكلم عنه شيخ دهية في سراو مع أبو زيد محمد حمزة، بيتكلم إنه حتى ما قاعدين يتفقوا في فكرة لا إله إلا الله. ما هو ده النظرية اللي خلى إنه بحاولوا بعمل استقلال القاتل الدين، بعد ذاك إنه يا أخي بحاولوا بيستهينوا. حسي ملزمهم كلهم ملزم الأنصار السنة عندهم دعم بجيم من سعودية كده، في النهاية امتداد واخي. وده شيخ الشهاب الآن موجود كويس، اللي بيتكلم عنه منفترض يجي يتكلم عن شغل بتاع دعوة على سبيل إنه يا أخي يملك للطلاب الرسالة الدعوية، لكن ما مفترض يجي يتكلم عن إنه دين قابل للنقاش. فهنا معناه أنت الدين حولته من شغل ثابت لمتخير وما إحنا ممكن نتجادل فيه. لكن السؤال شنو؟ أنا هنا لما نجي نتجادل في النص الديني النتائج اللي بنوصل عليه شنو؟ هل النص الديني ده نوصل إنه هي نص خاطئ قابل للتعويل قابل للتعديل؟ ما دي الكلام اللي ما بيبقى، الله نزل دين وكمله تمام؟ أنا هنا النقاش دي الضرورة إنه أنا هنا خلانا نناقش فيه شنو؟ عشان كده هنا إنه يا أخي عشان يتم معالجة استقلال الخاطئ للدين ويكون في ذاته سلام وتعايش ما بينه وما بين صوفي اللي هو بيتكلم عنه، ان احنا بنتكلم انه الدين ده بيبقى لفرد، صوفي اللي بيتعبد باعتباره فرد والاله هو المنادي حاسبه. شيخ شهاب اللي هنا موجود ده هو الماس سكرتير اللي بيتكلم نيابه عن الله، وده الاساس اللي احنا قاعدين نقدمه النقد، بيتكلم عن انه انا الخلاص سليم. الزول المختلف النيد في توجه الديني باعتبار انه ده كافر، ومنه لا اداك شريعه، انت ادوك مفتاة بتاع تكفير والتسليم، وده المعدل الاساسي. خلانا بنختلف مع كل الجماعات السلفيه وانصار السنه، انا ما دار اتيل، لكن الخيار الامثل والمشكله انه اساسيه بيعالجنا او يعالج المشكله بتاع الصراع الديني الموجود والتناقض الاسي خلاه انه الزمن كله بيتكلم عن انصار السنه فهي الدوله الالمانيه ان شاء او ابو، فان الدوله الالمانيه قادم ويحقق تطلعات بتاع كل الشعب السوداني، هيحقق تطلعات وطموحات الشعب السوداني. والأنصار السنة اللي بيتكلم
زي الآن أنا بتكلم بصفتي حركة شعبية. حمودوك في الجيم قبل الفات مش صلى في جامع كودة، جامع كودة ما حرمناه من حق التعبد، ولكن في كنيسة ذاته جنبه هناك بتعبد، فدي التسامح الديني احنا اللي عايزينه. لكن مش تجي تتكلم لنا عن انه يا اخي المانيا دي كده او كده. المانيا بتكلم عن تفكير العقلي او استغلال العقل البشري في الواقع الموجود ترين الحياة فيه، وطبيعة استغلالنا للعقل. الدين بيتكلم عن انه ان احنا كيف نمشي لإله ونتحاكم ونعالج، والإله المنادي وسيل للجنة والنار. فيبقى هنا الدين للفرد وللإنسان اللي بينتمي في ذاته الديني، فالدولة يبقى للجميع. وسعيين نحقق وطن يسعى الجميع. شكرا، دمتم ودعمتم نضال الإنف. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا حاجاوب وبرضه إن شاء الله الشيخ أحمد حيجاوب. من النقاط اللي قالها إنه يعني كأنه أنا كفلان ده شهاب زي ما سماني هو، إنه كأنك بقيت نائب الله في الأرض وكده، وتأسلم من تشاء وتسوي من تشاء. يا أخي معلش وما تزعل، وإنت براك البديتة يداك أوكتا وفوك نفخ، فهمت؟ عرفت المثل ده؟ براك البديتة جبت باسطة ولبن، وطبعا من باب الإنصاف انه نحن نرد عليك زي ردك. قبيل الاخ ده انا دخلته جوا ووقفته مسافه وبديه وبسكت له مع انه المنبر حقي، وبعد ذاك بجاوب له. انت تكلمت بكلام كده بتاع انفعال وزعلان وكده، ما مفروض تزعل لانه هنا جامعه، وبعدين انت قلت حريه. انت هسي الان يا اخوانا تخيلوا الان هما حكومه بيتكلم معي كلام زي ده لو بقى حكومه حيسوي لي شنو؟ وهو بيتكلم عن شنو؟ تكلم عن الحريه، صح ولا ما صح؟ لا معلش معلش، انا لسه لا جيت لي باسطه بلبن ولا جيت لي كده، لسه انا تقلي جاي ورا، اصبر لي بس اصبر. عرفتها؟ اي زول بنديه قدر مقاسه. زول ده جاب كلام علمي ما هتر، ردينا عليه برد علمي ما هترنا له. انت الان بديت تهتر، ما تزعل من باب الحريه ذاته. انا ما انسان حر برضو، انجمك حر يعني، ما تزعل. طيب فأنا ما نائب الله في الأرض، ولا نائب فلان في الأرض، ولا نائب سلفاكير، ولا نائب غيره. عرفتها؟ أنا مسلم مأمور بأنه أدعو إلى الله، والدعوة إلى الله ما بتحدد لي أنت اتكلم في ده ما اتكلم في ده، لا بتكلم فيك أنت أول زور، لأنه ده من الدين. ربنا قال كده، ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تكونوا من المشركين، مش أنت. ربنا قال لك ما تبقى زي المشركين. ما لهم المشركين؟ قال من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. نحن نقبل ذاته بيات علمانية. انت مش قلت مفرقين؟ صح دي المفرقين، وانا جاي كرد على انصار السنة. انت ذاته النمرة غلط، نحن ما انصار السنة، فهمت؟ انت ذاتك بتدعو الان للعلم واستغلال العقل البشري، وانت عقلك ذاته مشوش. انت بتدعو ليه كده؟ الشاعر قال لا تنهى عن خلق وتاتي مثله، عار عليك اذا فعلت عظيمه. نحن بس دارين انك تبقى نجيض، تبقى نجيض الليل. عرفتها؟ فنحكم بأتو علمانية، علمانية الحزب الشيوعي، ولا علمانية الحركة الشعبية جناح شمال، ولا علمانية الحركة الشعبية ناس الفاكر، ولا نحكم بالعلمانية بتاعت الاتحاديين، ولا نحكم بالعلمانية بتاعت حزب الأمة، ولا نحكم بالعلمانية بتاعت العنصريين العرب. بالمناسبة ده من العلمانية، العلمانية ذاتها بتدعو للعنصرية زي ناس البعثيين والناصريين. نحكم بأتو علمانية زي ما انت بتقول الإسلاميين مفرقين، العلمانيين برضو مفرقين. الحزب الاتحادي براه أكثر من ثلاثة، حزب الأمة براه أكثر من خمسة ذاته. حزب الأمة الصادق المهدي الفريق القومي، حزب الأمة جناح نهار، حزب الأمة الفيدرالي، حزب الأمة القيادة الجماعية، حزب الأمة ما أعرف جناح منه، خمسة حزب أمة. زي ما قال أدروب، قال حزب الأمة قاعد جنب الدايات كل يوم يجيب لنا حزب جديد، فهمت؟ فالعلمانية ذاتها مفرقة، ده نمرة واحد. نمرة اثنين في الركن ده، انت عرفت تعريف والشاب ده عرف تعريف. هو قال العلمانية اللي احنا بنقصدها هي شنو؟ هي فصل مؤسسات الدولة عن الدين. وانت قلت العلمانية اخر كلمة لك، قلت هي استغلال العقل البشري. هذه حلوة، كيف ناخذ بمؤسسات ولا ناخذ بالعقل؟ ده نمرة واحد. ما لسه اصبر بس، انت ما تشوش على الناس، خلي روحك رياضية، عرفتها؟ خليك ريلاكس للنهاية، أصلاً إحنا ما دارين زول عصب. طيب قال تعريف العلمانية هي استغلال العقل البشري. أنا جايك للتعريف ده
وبعدين ده سؤال انا دايره في نهايه كلام في نهايه الفرصه يجي يمرق لنا تعريفه ده من كتاب ولا انا انجر. طيب انا برضو بقول لك الان السلفيه هي استغلال العقل البشري، ابقى سلفي ما حاجه نجرتها هسي عشان انا اتخرج، صح ولا ما صح؟ لكن بكتاب انا الليله يا اخواننا سنه اولى سياسه جايين بكتبه، الناس جايين لنا بيدينهم ساكت. احترم عقل الطلبه ده، جيب لهم كتاب هذه لا سكيولر، تعال قول لي سكيولر مع علمان، تعال قول لي العلمانيه من العلم لانه سكيولر تعني العلم، جيب لي مرجع. دارين شنو يا شباب ولا ما دارين؟ دارين طلقه بساي ما دارين طلقه بساي. دائره المعارف البريطانيه قالت العلمانيه اكتب عندك، قالت هي حركه اجتماعيه تهدف الى صرف الناس عن الاهتمام بشؤون الاخره الى الاهتمام بشؤون الدنيويه فقط. وده كان اصرح منك الزول ده بالمناسبه، كان صريح فكاه كده حامضه، عرفتها؟ كان صريح، فانت خليك زول صريح ما في حاجه والله، خليك ريلاكس، انت سوداني وسوداني انا ضمن الركن فمن يفصلنا، فهمت؟ فانت خليك ريلاكس، ما تتعب. طيب جايك لنقاطك دي كلها ان شاء الله. قال انصار السنه، نحن ما انصار السنه، وانصار السنه تقسموا باطل. انا يا اخواننا انا مما بديت الركن، واخواننا ديل بدوا الركن بديناه وبشنو؟ وان هذا صراطي، دي ايه انت ما قال؟ قال من الانتقادات على خطابنا انه المفروض يبدو بنص، بدينا بنص بس انت قد تكون جيت متاخره او كده او ما لاحظتها. انا كلامي بديته بايات، ربنا قال ولا تكونوا من المشركين، دي ذكرتها قبل صح يا شباب ولا ما صح؟ الناس دي متابعه فما تزعل. طيب قال النص الديني نص مقدس، يعني انه ما ممكن انا اناقشك في الدين. اول حاجه دي خطوه كويسه، دي خطوة كويسة، إنه كونك ما تنتقد الدين دي خطوة كويسة. فعشان كده قال لي أنت ما تجعل لي النص الديني عرضة للنقد، أنا ما جعلته، أنتوا جعلتوا. أنا أديك الآن نصوص، الآن نصوص أمرتني أنا كمسلم أعمل شنو؟ إنه أنا أحكم بالدين. ربنا قال ومن لم يحكم. أنا ما يا إخواننا أنا سؤالي الجبل ثاني بكرره، أنا زول مسلم، ربنا قال لي أي حاجة في القرآن والسنة أعمل بها، صح ولا ما صح؟ صح ولا ما صح يا أخوانا؟ ربنا قال فادخلوا في السلم جنو كافة، وربنا سبحانه وتعالى قال ويؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. أإن الذين يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. ربنا ذمهم. أنا إنسان مسلم، ربنا أمرني أي حاجة في القرآن دي أعمل بها ولا ما أمرني؟ وقال لي لو ما عملت بها بعذبك. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاني، وكان الشيطان للانسان خذولا، وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. انا عندي نصوص بتقول لي اذا انت ما عملت بالقران فانت يوم القيامه ماشي جهنم. وانت بتقعد تقول لي لا العلمانيه، انا اوافق بيناتهم كيف؟ ربنا بقول لي احكم بما انزل الله، العلمانيه بتقول لي ما تحكم بما انزل الله. هنا الشيوعيين بيجي يقولوا لك هنا في الكتاب ده البيان الشيوعي بيقول لك فالشيوعيه تلغي الحقائق الابديه. انا ما قلت انت شيوعي، لكن دي علمانيه ولا ما علمانيه؟ شيوعيين علمانيين، عرفتها؟ فانا بلزمك بها من باب العلمانيه. الشيوعيه بتقول قالوا فالشيوعيه تلغي الحقائق الابديه، تلغي الدين والاخلاق عوضا عن تجديدهم. دي الشيوعيين، انا اقبل بها علمانيه. طيب قال بعد ذاك قال الدولة بتتكلم عن كيف تدير شؤوننا، والكلام ده الدين ما بيتكلم عنه، اتكلم عنه ولا ما عنه؟ ربنا قال وأحل الله شنو البيع وحرم شنو الربا. الكلام ده يا اخواننا شؤوننا ولا ما شؤوننا؟ زي ما قلت انت العلمانية بتتكلم عن كيف ندير شؤوننا، برضو الدين بيتكلم عن انه كيف ندير شؤوننا، وده يدل لك على انه العلمانية ذات دين لكن دين باطل. ربنا قال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فقد يكون الدين باطل لكن هو دين، فالعلمانية دين. تدارنا نخلي ديننا بكلام ناس الكوادر الخشب واحد فيهم جاب له دليل ما في. طيب
قال الدولة ما بتحاسب، بتحاسب الفرد. طبعا يا أخواننا ده تقنين من ناس الحركة الشعبية، طبعا تقنين، لأنه الكيزان يعفوهم تب، الدولة ما قاعد تحاسب. ده كلام ولا ما كلام؟ قال الدولة ما بتحاسب، معناه شنو؟ معناه لما تجي للكوز في المحكمة يقول لك امشي شوف الدولة وين. ما ده عبارة عن، ده عبارة عن تبرير للكيزان. هزول بيقول كلام يا أخواننا ما فهم. منو قال لك ما بتحاسب؟ نحن عندنا في الدين بتتحاسب، بتتحاسب. عمر رضي الله عنه ما كان بحاسب الأولاد؟ يا أخي أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص خال الرسول صلى الله عليه وسلم، جونا شكوا لعمر، قالوا له إن وبالكذب، قالوا له إن سعدا وسعدا وسعدا وسعدا، شكوه يعني طعنوا فيه، قالوا حتى زعموا أنه لا يحسن يصلي. عمر بن الخطاب عارفه من أهل الجنة وعارفهم كالضابين، لكن يا أخواننا الحكم بيكون بالعدل. قام ناداو من العراق قال له تعال، جاء قال له إن أهل الكوفة شكوك حتى زعموا أنك لا تحسن تصلي. فقال سعد رضي الله عنه قال والله إني لا آل أن أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصلي بهم الفجر في وقت كذا، وأصلي بهم الظهر كذا وكذا، لغاية ما قال فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين، يعني لما يصلي الظهر الأوائل بطولين والأواخر بقصرين. فقال عمر ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، قال له أنا عارف الكلام ده، أنا أصلا ظن بك الخير، لكن لابد من شنو يا أخواننا؟ لابد من العدالة. قام عمر رضي الله عنه ما اكتفى بالكلام ده، ما قال له أنت من العشرة المبشرين بالجنة والموضوع انتهى، مشى رسل ناس ومشوا دخلوا الكوفة ووقفوا فيها مسجد مسجد، وقالوا قاموا سألوا الناس يا ناس سعد بن أبي وقاص كيف؟ سعد بن أبي وصعد في المدينة مع عمر، سعد بن أبي وقاص كيف؟ كلهم أثنوا عليه خير إلا رجل واحد قال أما وقد نشتنا الله، فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، كذب. فقال سعد اللهم إن كان كاذبا فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. قال الراوي فرأيته بعد سنين، بعد سنين قال وقد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، قال وهو يجري وراء الجواري في الطرقات يغمزهن، يمشي يشاغل في البنود بعد ما عيونه وقعد، ده تاني فضل فيه شيء؟ ما فضل فيه شيء. قال فإذا سئل قالوا له دجني أزول التزول كبير، قال رجل مفتون أصابته دعوة سعد. الشاهد من كلامي ده كله إنه الإسلام فيه العدل، وإنه الإسلام وراك كيف تدير شؤونك، وإنه الإسلام وراك كيف تجيب الحاكم وتعزل الحاكم، وموضوع طويل شديد. طيب قال أنصار السنة سبب في أزمة، في الأزمة ينقسموا، صح كلامك صح، إحنا ما أنصار السنة، عرفتها؟ وقال ينقسموا لتكفير وهجرة، وينقسموا لسلف، ما عندهم علاقة بالسلف أنصار السنة، لأنه السلف ده منهج. أنت لو داير تتعلم السلف أنا بديك أسماء كتب، والله ورقتك دي مشيلة أسي، بديك لو داير أسي قدام الطلاب دي، عرفتها؟ فأنصار السنة أصلا ناس جبهجية ما عندهم علاقة، وأنصار السنة استضافوا الحركة الشعبية، استضافوا مبارك أردول، استضافوا ناس الإصلاح في المركز العام في بحري في المزاد، فهمتها؟ طيب قال ما مفروض، لا قال شنو؟ قال الصوفي علاقته فردية، وقال إنه ربنا ما جعلك نائب وإنت ما تكفرهم وكذا. أنا ما كفرت صوفي الآن، وأنا ذاتي كنت صوفي يوم من الأيام، عرفتها؟ لغاية ما ربنا من علي بالعقل فتركت الصوفية، فهمت الحاصل؟ فما في ذلك كفر الصوفية، الكفر الصوفية منه. لكن أنت مشكلتك، ودي المسألة الثانية، إنه واقع لك فهم الكيزان، إنه لما تقول الفعل الفلاني كفر معناه فلان كافر. ولو داير مناظرة في التكفير جاهزين، ما عندك مشكلة، داير مناظرة نفتح لك فرصة للتكفير، جاهزين نحن. هسي لو داير خش مناظرة في التكفير، شروطه شنو والتكفير هو شنو والدليل شنو، تقدر تخش من الكتاب والسنة، عرفتها؟
فما تتكلم ساي يا اخوان، احنا ما قاعدين نكفر يا، نحن لو كان بنكفر الناس يا اخواننا ما بنناغشهم، ما بنناغشهم، لا انا مديته من باب الحريه والعداله، انه زي ما هو اخذ انا اخذ برضه، زي ما هو ردمني وقال لي باسطه ولبن، انا لابد اوري الحاصل شنو اللبن ده نقلبه لو جبنه، فهمت الحاصل؟ ودي كل يا اخواننا نكات فارغه، ساكت والله، والله دي نكات فارغه، يبقى نغاشك ما اخذك علي باسطه ولبن ها؟ أه؟ وما اخذ يا خلينا ذاته بقينا مخبازه ها؟ يا اخواننا ده ما نغاش يا ناس، ده ما نغاش. طيب انا عندي منهج، جيب كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هسي بقول لك ثاني، عندي كتب الشيخ محمد عبد الوهاب، عندي كتب شيخ الاسلام ابن تيميه، تعال قول لي كتبك دي، ودي نقطه قبيل قال المتحدث وهابيه ودارين تفرض الدين الوهابي، ما في وهابيه. الايه دي ربنا قبل يخلق محمد بن عبد الوهاب كانت في ولا ما في؟ كانت في صح؟ يبقى ما وهابي. التوحيد، النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بين يدي الساعه بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. ربنا قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ده كلام وهابيه ولا كلام الله والرسول صلى الله عليه وسلم؟ طيب قال العلمانيه شئتم او ابيتم حتجي. طبعا دي ذاتها ما ديمقراطيه بالمناسبه، وده الكلام بتاع الحركه الشعبيه، انه حنشيل شمال وجزيره قاعده عندك شغيله لسه في حاجات جايبينها لك ان شاء الله ها. لا بس شغل لي دي بعدين بجي راجع ليوسف كوه، وباع الشغله ذات يوسف كوه كده، خليه يشغل دي اول. احنا كلامنا بالوثائق نتكلم عن زول بالوثيقه حقته، ما يقدر ينكرها. ركز خلاص عرفتها؟ اها يا علمانية الدايرة انت يا اخوانا، دي اهدي ديمقراطيه اللي بدعوا ليها. انت عارف لما ده يبقى حاكم، اول حاجه لما جه خاشي هنا نبذنا ما خلى فينا اي شيء، ده نمره واحد. نمره اثنين هسي بكلامهم ده قالوا حنشيل شنو؟ شمال وجزيره حتى الخرطوم حقتنا. اهل قاعد يدعو للعنصريات من يا اخوانا؟ الخرطوم حقت منه؟ ربنا قال قل ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده، دي ما حقت زول. ونفس كلامك ده، انا ما عارف الود ده انت الكيزان ديل زارعينك في الحركه الشعبيه ولا شنو؟ نفس كلام الكيزان كانوا بيقولوا شنو؟ الزارعنا غير الله شنو؟ ياها ولا ما ياها؟ يا زول اوعى تزعل، لانه انت زول بتدعو للديمقراطيه والحوار، ونحن معاك حوار، والله يا اخواننا الاحزاب لو نزلت معانا حوار والله نحن معاه للنهايه، والله الا تتوبوا لله. والله. طيب. فقال شاو او ابو، نحن ابينا، لكن قول جاد في النهايه نحن عندنا منهج بنتعامل به. انت الان جبت كلام حمدوك، ونحن ما بجوز لنا كمسلمين انه نتكلم في الحاكم، الكلام ده قلناه زمان الكيزان، وقبل زمن الكيزان، وزمن الحريه والتغيير، وليوم القيامه ولو ربنا قطع رقبتنا ثاني بنقوله، لانه ده كلام الرسول عليه الصلاه والسلام، نحن ما سياسيين، يوم سود، يوم حمر، يوم بنفسجيين، لا. نحن دين الرسول صلى الله عليه وسلم ده فوق راسنا ورقبتنا وبيعجبنا وبنقوله في عين اي زول. فهمت الحاصل؟ وده لا احنا البيش في صدورنا، وده نحن بنفتخر به. انت افتخر بالعلمانيه حقتك، لكن نحن بنفتخر بكلام الرسول عليه الصلاه والسلام. والحمد لله والفضل لله، الان الشباب عرفوا حقيقه العلمانيه حقت الحركه الشعبيه. طيب قال شاؤوا او ام ابوا، نحن ابينا ما دارينا، لكن بعد ذاك اذا جات العلمانيه حكمتنا نحن، ما بعد ذاك بنطبق معاها حكم شنو؟ حكم الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون عليكم أمراء قلوب الشياطين في جثمان إنس. لو دار تنبز الحكام منها سيلة يوم القيامة ما بتجيب وصف أبلغ من وصف الرسول صلى الله عليه وسلم. نتعامل معهم كيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله فلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وقال في لفظ إلا أن تجدوا كفرا بواحا أو تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه شنو؟ برهان. فنحن الآن
رئيس وزراء حمدوك والمجلس السيادي برهان بنسمع ونطيع له، لا بنخرج عليه، لا بننبذه في منابر، لا بنتكلم عنه، لأنه ده ديننا المعتقدين جوا. أما أنت الحركة الشعبية، ودي نقطة برضه تتفق معاه مع الكيزان أنت برضه، إنه لما تكون أنت حاكم ما يتكلموا في ناسنا، لكن لما تبقى معارضة تتكلم فوقه من فوق لتحت. نحن منهجنا ثابت بفضل الله سبحانه وتعالى وفرحانين به. ونحن لو أصلا بنتاجر بالدين، الكلمة اللي أنت قلتها لي، الزول اللي بتاجر ده يا أخوانا التجارة سموها تجارة لأنه فيها معاوضة، صح ولا ما صح يا ناس اقتصاد؟ فيها منفعة، صح ولا ما صح؟ أنا لما أجي دي سلعة، ده كتاب بقروش كده، أنا ببقى تاجر، لكن أنا بقدم الدين للناس ما داير منهم حاجة، ما داير منهم أي حاجة. كويس، أنت الآن بتتاجر بالحرية وبالديمقراطية وبالعدالة وبالمساواة، وداير تحكم التاجر فينا ياتو، التاجر ياتو اللي تمام منه يا خان الكيزان. أنا الكيزان في حكمهم دايسني تحت، أنت قبل تبقى حاكم دايسني تحت، الشيوعي زمان دايسني تحت، حزب الأمة دايسني تحت، أنا ما مستفيد حاجة، أكون تاجر كيف يا أخوان؟ هل أنا قلت لناس رشحوني؟ ما ترشحوني، ما ترشحوا كيزان، ما ترشحوا أحزاب، كلها ما ترشحوا، كلها ما ترشحوا، عرفتها؟ شغل كلام مبارك أردول، ها؟ يوسف كوة؟ شغل يوسف كوة، شغل بالأدلة، لأنه نحن بنحترم. الحركة الشعبية دي ضد الإسلام والغرابة، ضد الإسلام والغرابة. الحركة الشعبية دي ضد الإسلام والعروبة، وإذا ما دار لا أدلة، لأنه هو براه صرح إنه جنو، إنه دار العلمانية وفصل الدين عن مؤسسات الدولة واستغلال العقل البشري إلى آخر. في من مثلا نبهني لها أخونا الشيخ أحمد البدوي مسألة الصوفية، هل ندي المقصود إنه خلافنا معهم يا أخواننا ما خلاف إلا في العقيدة، ما خلافنا معهم خلاف في دنيا، أو نحن دارين يعني عشان نكفروا ويمرقوا بر الدين، لا، وإنما خلافنا معهم في العقيدة. جزاه الله خير، نبهنا عشان ما يجوا أنصار السنة يشوشوا، وسبحان الله زول بيقول لنا أنصار السنة، وأنصار السنة بيجوا يشوشوا ويطعنوا فينا وينبزونا، كلام عجيب. خلاص، عندك تعليق يا شيخ أحمد؟ طيب، فرصة مفتوحة، فرصة مفتوحة، ما في مشكلة. إحنا لو ما لقينا زول، لو ما لقينا زول بندخله، ما في مشكلة، إحنا ما جارين من زول أبدا، فرصة مفتوحة، فرصة مفتوحة للمداخلات. نحن أخواننا دارين نفتح فرصة لأحزاب تانية، في حزب أمة قاعد، في مستغلين، إذا ما في حزب داري يخش بعد ذاك تاني بنفتح له فرصة، ما عندنا أي عوجة، ما تخاف، ها؟ فرصة مفتوحة يا أخوان، ها؟ نديه فرصة لو داري خليه يجي خاشي، ما عندنا عوجة، فرصة مفتوحة، ها؟ نحن ما عندنا مشكلة لو داري يجي يخش، نحن ما بينا، لكن دارين نوزع الفرص على الطلاب وكده، فرصة مفتوحة. أول مسألة يجيب لنا مرجع، أنا الكلمة اللي قلتها قبل، يجيب لنا مرجع على تعريف العلمانية إنها استغلال العقل البشري، دارين شنو؟ مرجع، فرصة مفتوحة له. كل الأحزاب دي خليك منه براو، لو دارين يخشوا كلهم كوتا حبابهم تالاف، حبابة كلف، جزاك الله خير، جزاك الله خير. فرسالتنا يا طلاب، رسالتنا قبل أفتح الموضوع لشيخ أحمد البدوي، رسالتنا للطلاب إن نحن ما جماعة ونحن ما حزب ولا دارين من الناس دنيا ومن الدين. يا أخواننا اتكلموا عن أهل الشر، لأن حذيفة قال كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فكونوا تتكلم في أهل الشر ده يا أخواننا من الدين، لأن العلمانين دايرينك أنت تتكلم في الصلاة، تتكلم في الزكاة، تتكلم في الصيام، لكن ما تهبشهم هم دي، إحنا ما بنخليك لها. ونقاشنا معاك ما لا نقاش في جهوية، لا نقاش في قومية، لا نقاش في قبيلة، أصلاً إحنا ما مختلفين معاك في ذا، نحن نقاشنا في الدين. أفهموا الكلام ده يا طلاب، عشان بعدين ما في يجي واحد يقول الناس ذيل ويلبس ويسوي، لا لا لا،
نحن ما عندنا مشكلة مع أي قبيلة، مننا من الشمال، مننا من الجزيرة، مننا من الغرب، مننا من الوسط، مننا من غيره، ما عندنا مشكلة مع زول في قبيلته، ولا طعننا على زول في قبيلته. ناس تفهم الكلام ده كويس وتحفظه تمام عشان ما يكذبوا على الناس. وده الحارب الدين. ربنا قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من شنو؟ من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله ياتو اللون، القبيلة، الجنس، أتقاكم. ده الآن إحنا بندعو له والناس عرفته، عشان ما بزول يجي يلبس علينا. الناس ديل ما قدروا على النقاش، وزول بيرفع يده انت قايل ليه؟ ليه؟ عشان بعدين يقول لك انا ما داير منه فرصه وابلي. لا ما ابليك، لكن انا ما بخليك تقاطعني في كل كلمه، صح ولا ما صح يا شباب؟ انا ما بخليك تقاطعني لما انت خليني ما اوصل المعلومه كامله. انا بتم معلومتي زي ما خليتك هنا تتم معلومتك. بعد داخل لما انا انتهي عندك فرصه اعتراضيه، الفرصه مفتوحه لك. وانا دخلت الزول ده قبل. تفضل يا شيخ.